الخليج العربي من قطر والسعودية اقتنوا تذكرهم ب 800,000 دولار موجودين وبرفقة من الشمال اخوة اشقاء جزائريين يرصدون هذه القمة الاوروبية. اذا انا في بيتي بحظوة عزوة العرب هنا من اليمين ومن الشمال وهنا تنطلق قمة المباريات. ما اروعك يا برسا. رونالدينو جيو فان براكورس اكس ارسنال اولا من ابوي خطير الاوري هو يا تري ذكرت بايام الجولدن جول في مرمى الكاميرون هرب الغزال الاسري سيسدد روعه يا ارسنال. كيف سنقبل المباراه؟ ما هذا؟ هيا يا تشولي وليمان فريق البس الفانيلا على كل ضيع الشامبيونز وراني رونالدينو يلعب كرة البرازيلي من 35-40 متر لكن مع روني تتسجل حتى من 150 متر. وعلى ذكر يمشي كرة من فابريكاس صعبة بالراس كامبل في خطأ ولم يقحمها في المرمى. مرت سليمة بد أن يركز ويهدى. ماذا تفعل يا مانو؟ ماذا تفعل يا ابوي؟ لماذا هذه اللقطة؟ هوج عمل الحسن. رونالدينو روعة. رونالدينو مرت بسلام. جمهور البارسا يطلب بنالتي والحارس يتصدى ويتألق. الكرة تمشي بسلام ملعوبة مرة ثانية بينما من أجل الربح إيتو والبونيا ننتظر رايك. والكرة خطيرة وجول سول كامبل يسجل الأرسنال من أول همسة من أول لمسة من أحلى غمزة يغالب فيكتور فالديز. يا روعة المباراة اللي تنطلق الآن. أرسنال قلت لك 10 ضد 11 ما تعني شيء. عم بالك أنت أرسنال وبارسا. الأرسنال يلعبها صح هاديز والبارسا 0-1 أرسنال. المخرج يؤكد وهنا نستعيد. سول كامبل بهذه الرأسية. كامبل 1 فانجير يتقدم رايكارد يصمد ويخفض في لحظة. فمن سيكون الأسعد؟ من سيسعد بهذا اللقب الغالي؟ كيتي شامبيونز ليج حذاري وانتبه المباراة بالنهاية. وإيتو صامويل على القيد الضغط الكاسع. شوط ثاني سيكون شكل آخر. البارسا بإمكانه وفابريغاس بمكان. في ساندوني 12 جولاي 98 3-0 على البرازيل. زيزو 2 إيمانويل بوتي 1 في الدقيقة 90 وفرنسا تريكولور لأول مرة أبطال العالم. في 2006 حدث أرسن فينجر أول كوتش فرنسي يربح الشامبيون للفوتبول والمونيزي في الدفاع بالسنين. ديكو المونيا انتبه وتذكر ماذا ترك لك الليمان من إرث 9-18 سنة وكان معاهم فرانك رايكارد في ثالث اللي شجعوا. ما زالت الفرصة ما زالت قائمة. هيا والتسديدة إسبانية ملعوبة بقدم إنيستا والحارس المونيا إسباني في روني. رونالدينو هو اربح فاول اربح خطأ على كامبل او توري طبعا مع مثل هذه المخالفات. وهل الوكالة يلعب للوان وان يمشي كورة من روني لمباتي كما يقول الإسبان. رونالدينو ما مرتش ويسدد روني كورة ترتد والاوت. ماذا يحدث لنجوم 2006؟
مثلما تساءل ماذا حدث لنجوم 61. البارسا مؤهل خارق للعادة ومن أرسنال. وروني أروع، وروني وروني وروني، قد تختارك في الأخير يا بارسا. لا يا روني، حتى هذه ضاعت. والكونتر أتاك، فابريغاس، لونجبرغ، لونجبرغ يمر، جمهور الأرسنال هات والإيقاعات القوية. تمشي كرة من الركنية ملعوبة لبيريك لارسون، لارسون بديل لفان بومل. تيتو سامويل إيتو، هيا رونالدينو. ليس يومك يا ملك، ليس يومك يا أمير، ليس يومك يا ساحر، لم تسحر الليلة الملايين. تعود يا ألكسندريا اللاب، كرة 2-0 بتبيع فيليبي سكولاري، فيليباو عام 2002 وكان نكرة. هذا أول 100 متر، أوري تاري تاري تاري، سبقها تاري، عمل 200 متر ما عملش 100 متر. أوه كالفن سميث كان بطل من أبطال هام شمال أفريقيا، قال لو كنت ربي لخلدت وعمل للتماثيل. ثالث بالهدف الثاني، هيا هو تليجرام، هو تليجراف، رائعة جدا يا فانديس. البارسا يبقى بفيكتور، واليونكبر كاد يضمن لافيكتوريا فينال، كاد يضمن الانتصار النهائي. فانديس كبيرة، والثاني اوري اوري، اوه كورة المباراة، كورة المباراة، كورة المباراة في لحظة قتل المباراة، لم يتمكن منها أوري. لماذا لم تسجل من 3 أعوام في سان دوني؟ برشلونة يمر لرونالدينو، رونالدينو تسديدة قريبة جدا، كورة الواحد واحد بعد ما كانت في 2-0. شوف كرة القدم، لو سجل الثاني فابريغاس، فابريغاس يسدد كرة عاوت، بديل لأوليغير، أوليغير دوره دفاعي أكبر، ورايكارد ترجع كرة من روني، روني 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 روني، بدا يتحرك روني. التنبيه الثاني من روني، التنبيه الثاني من روني، الكبير كبير، وفي وقت الشدة تلقى إلا فجأة على خلفية قيمة فابريغاس، لكن بيوتها القارية خطيرة من الأرسنال. إيتو 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 إيتو، صامويل يتعادل، صامويل يتعادل، رشعوا للمحور، رشعوا للعمق. قلت لك من حين، من 5 دقائق، إذا فريق أرسنال ما يسجلش هدف ثاني قاتل ما يلوم إلا نفسه. ها هو يلوم نفسه. أوه 1-1، تحلى المباراة، الأرسنال مسيطر وعنده المهارات. البارسا يمر بالكاميروني والإفريقي الأغنية، كنت أتابعها في التلفزيون وكنت سعيد. ليس نيرو الآن حيوية للبارسا، البارسا الكامل مواصفاته. لم أفهم أنا من مشجعي من والثاني أروع. الآن الأمور انغلقت، صفقوا مهما كانت النتيجة، أمور أخرى نتعلمها شخصيا. شاهدت ملايين مئات الآلاف من المباريات، صدق شيء هذا. قد يا لليونبرغ فسخ هدف الكوم في لحظات ودقائق، سيكون أسعد الإسبان. من البطولة الغالية فوز بالكوبا ديل موندو، والشامبيونز تحصل، والشامبيونز للبارسا. مبروك يا بارسا، اليوم لابد من فاز ولابد من خاسر. ليس اليوم يا فينجير، ليس الليلة يا تيري. هل سنراك مع أرسنال في ملعبنا ملعب الإمارات، أم ستكون في الكامب نو مع البارسا؟ على كل أن تضيع من عيوننا على أساس أن قناة برشلونة ستكون مع ARK. نتابع، نرقب ونرتقب، دموع الفرح ودموع الخيبة، ما أقساك يا كرة القدم. فدقيقة 5